أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم طور نفسك. حلقة سابقة كنا اتكلمنا عن التفكير الإبداعي. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن صناعة التفكير الإبداعي عند الطفل. تفاصيل أكتر عن موضوعنا معنا في الاستوديو الأستاذ عصام حجبي، خبير التنمية البشرية. منورنا يا فندم. أهلا بيك. كنا في حلقة سابقة اتكلمنا عن التفكير الإبداعي باستفاضة أكتر، والنهاردة عايزين نتكلم عن إزاي نقدر نخلي طفلنا مبدع. احنا فعلا زي ما حضرتك تفضلت اتكلمنا عن الابداع قبل كده، وقلنا ان الابداع مش حكر على فئة دون غيرها، وطالما الانسان بيقدر يفكر فيقدر يبدع. لكن خلينا نقول النهارده، طب ازاي اطبق ده عملي على الطفل اللي موجود عندي في البيت او الطفل اللي موجود عندي في المدرسة؟ الحقيقة احنا جمعنا الموضوع في كلمة واحدة اسمها مقترحا. أخذنا الميم وقلنا مشكلات، إن إحنا لازم نعرض الطفل لبعض المشكلات الوهمية. يعني مثلا هقول له لو أنت في مكان واكتشفت إن معكش فلوس، دي مشكلة، هتتصرف إزاي؟ وما تدخلش في الحلول اللي هو بيقولها، لا اسمع كويس جدا لكل الحلول اللي بتتبادر لذهن الطفل. يعني نبتدي نوجه ليه مجموعة أسئلة ونشوفه تفكيره عامل ازاي. بالظبط كده، وما وجهوش زي ما قلنا في حلقة قبل كده، ما تمام. وجهوش تفكيره يبقى زي تفكيري، لا خليه هو يفكر بصورة منطلقة اكتر. مشكلة مثلا كان في عربية لوري كبيرة دخلت نفق واتحشرت فيه لأنها أعلى من النفق. طيب أقدر أطلع العربية دي إزاي؟ وأسيب الطفل أو أسيب الطالب هو يفكر ويقول لي إزاي بطريقة مبتكرة أو بطريقة مبدعة أقدر أطلع العربية من النفق. برضو مشكلة تانية كانت بتواجه رواد الفضاء، انه هما فوق مفيش جاذبية فبيجوا يكتبوا، القلم طبعا ما بيكتبش. طب نعمل ايه علشان نواجه المشكلة دي؟ وهكذا ابتدي اصدر له بعض المشكلات واشوف هو قدرته على حل المشكلات ايه. الحرف التاني القاف، قصص، ان انا ابتدي احكي له قصص عن المبدعين. لكن القصص المره دي مش هتكون مجرد ان انا احكي له قصه، لا ده انا هشركه في القصه. يعني بعد القصه انا هبتدي اقول له حط لي عنوان للقصه دي. طب ايه الشخصيه اللي عجبتك في القصه؟ طب لو انت مكان فلان اللي في القصه دي كنت هتتصرف ازاي؟ الشخصيه اللي ما عجبتكش في القصه وليه ما عجبتكش؟ حط نهاية مختلفة عن النهاية اللي قلناها للقصة. مثلا كان في مليونير عايز يسافر أسبوعين وعنده مشكلة إنه يحط عربيته الفخمة يركنها فين، ومش عايز يدفع لها فلوس كتير. ففكر وراح البنك قال لهم أنا عايز أخد قرض 500 دولار. قالوا له انت المليونير عايز تاخد 500 دولار؟ قال لهم اه انا محتاجهم. طيب ايه الضمانات؟ قال لهم الضمانات العربيه بتاعتي. وفعلا ادوا له القرض، ساب العربيه ورجع سدد لهم القرض بالفوائد بتاعته، الفايده كانت حوالي 15 دولار. قالوا له طب ازاي انت عملت كده؟ قال لهم انا ما لقيتش حته اركن فيها عربيتي امن من البنك. ركنت عربيتي عندكم في البنك ودفعت بس 15 دولار. دي قصة أنا ممكن أحكيها لابني وأقول له لو أنت مكانه هتعمل كده؟ طب هات لي نهاية تانية غير النهاية اللي حصلت. إن هو مثلا ممكن يكون اتأخر، مرجعش بعد أسبوعين، صدره العربية، وهكذا. طب بالنسبة للغة،
برضو مهمة، يعني بتساعد على الإبداع برضو عند الطفل ولا لا؟ يعني طبعا إن أنا هو أنمي فيه موضوع اللغة من الصغر، أعلمه مثلا اللغة إنجليش، فرنساوي، مش بالضرورة لغات الإبداع. تاد. الإبداع مش مقتصر على لغة معينة، لكن كوني أنا أعلمه إنجليش ده علشان يقدر يحصل على مصدر من مصادر الإبداع، لأن زي ما احنا عارفين إن أمهات الكتب بتكون مدونة باللغة الإنجليزية. تمام. الحرف الثالث اللي هو الت، التفكير. التفكير بأنواعه، وابتدي اقول له احنا دلوقتي نقدر نفكر في موضوع زي موضوع القمامة، موضوع زي موضوع المواصلات، وابتدي اخليه يبتدي يحط لي يعني خطة تفكيرية، مش بالضرورة يوصل للحل، وانا اكافئه على مجرد ان هو حاول يوصل لاحد الحلول، وتاكدوا ان الحلول اللي هتخرج منهم هتكون حلول مبتكره وحلول ابداعيه. الحرف اللي بعد كده اللي هو الر، الرسم. ان انا بحاول اخليه يرسم، لان الرسم ده احد ادوات الابداع. وقبل ما اخليه يرسم انا بوجه نظره للحاجات اللي موجوده في الطبيعه، يعني الشجره، شوف الشجره طالعه ازاي، اوراقها جايه ازاي، واخليه بعد كده يرسم. الرسم ده ممكن اخليه رسم حر، او انا اديله حاجه يرسمها وتكون حاجه خياليه، واشوف خياله هيوصل لفين. الحرف اللي بعد كده الحاء، اللي هو الحوار. والحوار ده أحد الأشياء المهمة للإبداع، وناس هتسأل طب أحاور ابني من إمتى؟ حاور ابنك من بدري جدا، من بعد الولادة، ومش بالضرورة طبعا هو هيرد عليك، لكن بدل ما تسيبه قدام التلفزيون انت ابتدي اتكلم معاه. الطفل محتاج على الأقل ساعة يوميا علشان انت تقدر تتحاور معاه في مشاكله، عمل ايه في المدرسة، عمل ايه مع اصحابه، وهكذا. الاخر حرف اللي هو الالف، وهي الالعاب، وافضلها طبعا العاب الفك والتركيب. في لعبة كمان مهمة جدا اسمها ماذا لو، وأدي الطفل مساحة للتفكير. ماذا لو ما بقاش في كهرباء في البلد؟ ماذا لو ما كانش عندنا نهر النيل؟ ماذا لو أنت طائر في الفضاء؟ وهكذا. برضو دي هتنمي الإبداع عند الأطفال. تمام. طب كنا عايزين نوجه برضو رسالة للأسرة، أهمية دور الأسرة لصناعة الإبداع عند الأطفال طبعا، عشان طبعا ده عليه عامل مهم. فاكرين إن الطفل هو بيبقى مولود ذكي عشان ده بالفطرة، يعني هو بيبقى مولود ذكي أو مش ذكي، فكنا عايزين نتكلم عن أهمية دور الأسرة في احنا الموضوع عندنا ده. 2% فقط هم اللي بيبقوا مولودين عندهم الفطرة دي. طب ال 98%، في 2% تانيين اللي هم بيبقى عندهم بعض الإعاقات، باقي 96%. ال 96% دول قادرين على الإبداع، طبعا بمساعدة الأسرة زي ما اتكلمنا وقلنا موضوع مقترحا. حاجة مهمة جدا 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 الحرية، ادي طفلك الحرية في التفكير، ادي طفلك الحرية في اختيار أشيائه، ادي طفلك الحرية وما تجبروش على أسلوبك أنت في التفكير. تمام. طب هي بيختلف من يعني كطفل صغير أو ولد أو بنت في طريقة الحوار مع الطفل ولا لا؟ يعني ده ليه خطوات ودي لها بتبقى خطوات تانية احنا في خلينا الإبداع؟ نقول الحوار العادي الطبيعي مش هيختلف ما بين الولد والبنت، لغاية ما نوصل لسن معين هيبتدي الحوار بقى، البنت تبتدي تتحاور مع أمها والولد يبتدي يتحاور مع والده. طب بيبدأ من سن كام الوالد يقدر يتحاور مع ابنه من سن من كام؟ سن الطفولة المبكرة، مش تمام. بالضرورة أتلقى رد، لا أنا بتكلم معاه أحسن من إن أنا أسيبه للتلفزيون يملأ له دماغه بأي حاجة، لا أنا بملأ له دماغه بالحاجات اللي أنا عايزها، وببتدي أتدرج معاه في الحوار لغاية ما نبتدي نوصل لنقطة التحاور، إن أنا أتكلم وهو يرد عليا. طب لو في حد عنده أبنائه دلوقتي في سن المراهقة،
هيقدر يعرف يقدر ازاي يقدر يتعامل معاهم بحيث يخلي تفكيرهم ابداعي، ولا ده هيبقى صعب لازم يكون من الطفولة؟ هو مفيش حاجة صعبة، بس طبعا كلما ابتدينا بدري كل ما كان أفضل، لكن زي ما بنقول it's never too late، نبتدي برضو معاهم بنفس الحاجات اللي احنا قلناها مقترحا. مقترحة. تمام، انا اتمنى من الساده المشاهدين يكونوا استفادوا من المعلومات القيمه دي. انا في نهايه الحلقه بشكر الاستاذ عصام حلمي خبير التنميه البشريه، كنت معانا يا فندم. أشكرك، شكرا. شكرا ليك مشاهدينا، وبكده تكون انتهت حلقتنا من برنامجكم طور نفسك. الى ان نلتقي بكم في الاسبوع القادم، شكرا لكم والى